يو، كيف يا جماعة الخير؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم يا جماعة حفلة عيد ميلادي، وبنفس الوقت اليوم تنزيل الأغنية بأول يوم من السنة الجديدة اللي أنا جايتني، يعني من أول يوم في إنجازات وإصدارات جديدة. فاليوم رح نصور لكم كل شيء، كيف رح ننزل الأغنية وكيف عيد ميلاد، ورح نصور لكم كل الحضور. وأنا تقصدت إنه أعزم كل شيء بعرفه من إسطنبول، مشهور ما مشهور كل شيء بعرفه. فرح تشوفوا اليوم عج أو شغلات وحركات. طبعا ما ننسى نشكر كثير شركة روكسانا على التصوير الجميل عم صورونا إياه، هن اللي إجوا على أساس يعايدوني بعيد ميلادي وصوروني. شكرا كثير لكم. يلا يا جماعة خلينا نطلع لفوق وأفرجيكم، نحن حاليا تحت. مبارك عيد مولد ابو الجبل اهو. محمد يعطونا طعم السخيف. هذا هو عيد ميلاد كل عام وانت بخير يا رب. وعمل لي 100 سنة. لا بسرنا نحن هون قبل الانستغرام من الساعة 5 رح يجوا المتابعين هيك لحتى نتابع بعض، بس الاخوان جاي من الساعة 2. انوار هذا متابع فرح يقضي عيد ميلاد. يا جماعة شو اليوم؟ ديانة ومزيد طحانة. هاد لا تصوروا إذا بتغيب. عبال نور بارك العام وانت بألف خير، وإن شاء الله عبال 100 سنة، وإن شاء الله بنشوفك بأعلى المراتب وألف مبروك لك. كل عام بخير يا نور، وإن شاء الله بالنجاح. النجاح أكبر وأنا فخور كثير فيك فيك وبس. أنا حتى ألف خير فخور فيك، وإن شاء الله بالنجاح الدائم الغنية. كل عام أنت بخير نور، وإن شاء الله بتوفيق. كل عام أنت بخير نور. طبعا أنا نور ما فقدت بيه هواية، تقريبا مرة ثانية أشوفها بعيد ميلادي. وشكرا لك على الدعوه الحلوه لعيد ميلاد. طبعا كان عيد ميلاد حلو، وشفنا الاغنيه بعيد ميلادها عجبتنا. كل التوفيق لك، اتمنى لك نجاح بالاغنيه ان شاء الله يا ربي، واتمنى لك كل التوفيق بحياتك. حبيبي نور الله يرضى عليك، تعب انا معك وما بعرف شو بصير معك، وان شاء الله من نجاح لنجاح، وان شاء الله بحقق كل امانيك وكل احلامك. ان شاء الله كل عام وانت بألف ألف ألف خير يا رب، وان شاء الله عبال 100 سنة وتحقق كل شيء بعد، وان شاء الله نتمنى لك التوفيق. كل عام انت بألف ألف ألف يا نور، ان شاء الله عامل كله يا رب، ان شاء الله بتنجح. الله يحفظك.
كل عام وانت بألف خير نور، مبروك على الأغنية الجديدة، وإن شاء الله من نجاح لنجاح أكثر وأكثر. إن شاء الله ألف مبروك يا غالي حبيبة قلب، وإن شاء الله السنة الجاية بتحقق كل أحلامك، مبروك على الأغنية الجديدة. إن شاء الله يا نور عبال كل سنة، وإن شاء الله كل سنة بتحقق نجاح أكبر وأكبر. نور الوارد كل سنة وأنت سالم إن شاء الله، وألف مبروك على الأغنية الجديدة، والله يسعدك وإن شاء الله ونجاح لنجاح. غالي أنا بحبك وأنا حبيبي يا نور، ان شاء الله كل سنه وانت سالم، ومبروك على الاغنيه الجديده، ان شاء الله كل سنه من نجاح اكبر لاكبر يا رب، ان شاء الله بشوفك من احسن. كل عام وانت بألف خير نور، وعقبال 100 سنه ويا رب بالتوفيق والنجاح. ان شاء الله كل عام وانت بألف خير، ينعاد عليك الصحه والعافيه، ونطلع عبال 100 مليون مجال عليك. حبيبي نور كل سنه وانت سالم يا رب، ينعاد عليك الصحه والعافيه، وان شاء الله مبروك على الاغنيه الجديده، وان شاء الله عبال 100 مليون يا رب. صاحبي نور ان شاء الله كل عام وانت بألف خير، وان شاء الله الف مبروك على الاغنيه الجديده، ومننا نجاحات اكبر ان شاء الله. نور كل عام وانت بألف الف خير، وان شاء الله الف 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 مبروك على الاغنيه الجديده، وعقبال مليار مشاهد يا رب. حبيبي نور كل سنه وانت سالم يا رب، والف والف الف مبروك على الاغنيه الجديده، بالتوفيق ان شاء الله. حبيبي نور كل عام وانت بخير، وان شاء الله السنه الجايه نشوفك اعلى المراتب، وان شاء الله السنه الجايه نشوفك احسن من كل العام. نور كل عام وانت بألف خير، وعقبال 100 سنه بألف مبروك على الاغنيه. طبعا يا جماعه جيت ملاحظه قبل ساعه، جيت المطر واجيت، والله العظيم كان عندي شغل بعد ما كملت، بس اليوم خصوصا على مولد ميلاد نور. كل عام وانت بألف خير، وان شاء الله النجاح نجاح كل الفرحان جماعة. حاليا في التقريب 10 ثواني حتى ننزل الغنية، فأنا طلبت كثير، فيلا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
يا جماعة ده ما جايب فيديو يا هلا لا لا طبعا يا جماعة كاتب الأغنية محمد زين الساهر لا يا محمد زين الساهر أنا اللي لحنت يا أخي يا حمودة ايش معنا اثنين هاي الأغنية ولا الله حمودة سامو همين هدول يزورونا وينورونا في الليلة الجميلة. كيفك؟ حلو. متابعة. ليش طلع لي رموش أنا؟ ليك جلادين والنعم صوت احنا جلاد كفو حبيب احنا جلاد كفو احنا جلاد كفو والله ربي يسعدك والله شكرا كثير لك كان اول لايك على غنيتي الاولى كان هو حطة هاي اجل العراق طيب يا جماعة مثل ما شفتوا هاي كانت عيد ميلاد وهاي كانت تنزيل الغنية وكل سنة نفس هاليوم أنا بشوف هاليوم أنا شو أنجزت بدورة إلا هذا اليوم الوحيد اللي بدي أشوف شو أنجزت لقدام لهيك خليت غنيتي بأول يوم ميلادي لحتى يصير الإنجازات والشغلات الجديدة والقوة كلها تتبلش بأول يوم السنة الجديدة بالنسبة لي فمشان هيك إن شاء الله اللي جاي أقدم شيء يمكن السنة 22 تقول خراب فيك يا بلد فخليكم جاهزين شكرا لكل واحد عيدني شكرا لكم على تفاعلكم بالغنية شكرا على كل رسالة اجتني بحس 14 هيك اجون رسائل خيرات الله يعني سنتونا على الدايرة فشكرا كثير لكم بحبكم كثير حطوا لايك لهذا الفيديو سلام يلا روحي يلا الله الله تنسى تشكل